السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدي الشيخ كيف الحال؟ الحمد لله بخير. نحبك في الله. الله يسلمك الشيخ. احبك الله الذي احببتنا له. امين الله. سيدي الشيخ، تفسير قصه على تفسير ايه 28 من سوره الروم، بارك الله فيك، في قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مثل مضروب ضرب لأهل الشرك لبيان بطلان قولهم أن الله له شريك. ومعنى الآية الكريمة: إذا كان أنت عندك عبد، كان هناك العبيد مشهورون آنذاك، العبيد كانوا مشهورين، هل أنت يا سيد العبد، أنت اشتريت العبد بمالك، اشتريت العبد بمالك، اشتريته آنذاك من السوق من أي مكان، اشتريت العبد ب10,000 جنيه مثلا، وأصبح العبد ملكا لك، يفترض أنه يسمع لك ويطيع لك ويطيعك. هل أنت ترضى أن يأتي هذا العبد يشاطرك مالك؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، العبيد والإماء، من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ يعني هل أنت ترضى يا سيد العبد، يا من تملك العبد، ترجل لك أملاك كثيرة وعندك عبد، هل ترضى أن هذا العبد يأتي يشاطرك مالك ويقول أنا وأنت سواء في هذا المال؟ أنت لا ترضى. فكيف ترضى أن يكون لله شريك في الملك والذي خلقك؟ فكنت أنت يا بشر اشتريت هذا العبد من خالص مالك، ومع ذلك لا ترضى أن يشاطرك العبد، أن يشاطرك العبد أموالك، ترفض أنت هذا. فكيف والله خلقك تجعل لله شريكا في الملك؟ فهمت؟ نعم فهمت، جزاك الله بارك الله فيك. يا رب يا رب.